أبديتينج، وهي فقرة أسبوعية راح تكون معنا في البرنامج الصباحي ابتداء من اليوم، وهي تتحدث عن أبرز الأخبار في العالم الافتراضي والتحديثات والإصدارات التكنولوجية. وننتقل إلى فقرة أبديتينج مع زميلة إسراء أبو عيشة. الله يصبحكم بالخير مشاهدينا في فقرة أبديتينج الأسبوعية اللي راح نستعرض فيها أهم الأخبار والتحديثات التكنولوجية في العالم الافتراضي. 2019 رح يشهد إطلاق جهاز قابل للطي غير مسبوق في عالم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. الجهاز رح يعمل بشكل جيد ويضم تطبيقات تشتغل بكل سلاسة، لكن لا يزال من غير المعروف حتى الآن موعد إطلاقه للأسواق ولا الأسعار المتوقعة. منروح لجوجل، إذ فتحت السلطة المعنية بحماية المنافسة في تركيا تحقيقاً فيما إذا كانت شركة جوجل قد انتهكت قانون المنافسة عبر الحلول الحسابية التي تستخدمها لأغراض البحث وتوجيه الإعلانات، بعد شكوى تقدمت الوحدة التابعة لمجموعة ألفابت أساءت استغلال موقعها المهيمن وجعلت جهود الشركات الأخرى صعبة. واتساب أكثر التطبيقات تحميلاً على الأجهزة الذكية في العالم، عاد للظهور مجدداً في شبكة الإنترنت، إذ أن النسخة الجديدة من التطبيق تعد المستخدمين بميزات إضافية مثل القدرة على إرسال مزيد من الصور في الرسالة الواحدة، وسط تحذيرات من أن التطبيق ليس سوى مجرد خدعة يسعى من خلالها قراصنة الإنترنت لسرقة بيانات المستخدمين. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر عن تسيير أول حافلة ركاب مستدامة تعمل بالكهرباء بالكامل على مستوى المنطقة، ليتم إدراجها ضمن أسطول الحافلات التابع لدائرة النقل بأبوظبي. وتم تصميم الحافلة المستدامة بحيث تكون قادرة على تحمل مستويات الحرارة والرطوبة العالية، وتتضمن الحافلة 30 مقعداً وقادرة على قطع مسافة 150 كيلومتر في كل عملية شحن. وتم تزويدها بألواح شمسية لتزويد الأنظمة المساعدة ضمن الحافلة بالكهرباء. كسر ملياردير ياباني الرقم القياسي لأكثر التغريدات انتشاراً على موقع تويتر، عندما وعد بتقديم مكافأة تقترب من مليون دولار لـ100 شخص مقابل إعادة تغريداته. وفي غضون 48 ساعة تمت إعادة تغريدات يوساكا نحو 5,600,000 مرة، لتصبح التغريدة الأكثر مشاركة في تاريخ تويتر. إذا كان عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية مدمنين على أجهزتهم، فلما لا يستغلونها في بعض الأمور الإيجابية التي قد تعود بالنفع على صحتهم؟ يحتوي متجر التطبيقات أب ستور وجوجل بلاي ستور على كم هائل من التطبيقات المفيدة للإنسان، خصوصاً في المجال الصحي، ويمكن استغلال بعضها للمساعدة على خسارة الوزن بطرق علمية وحديثة، ويوجد العديد من التطبيقات. لهون منكون وصلنا بنهاية فقرتنا الأسبوعية، استنوني الأسبوع الجاي بحلقة جديدة ومنوعة من أبديتينج. نشكر الزميلة إسراء أبو عايشة على هذه الفقرة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بنرجع بنشوف فقرة جديدة لإلها، وننتقل ديالة إلى فاصل وبعدها بنكمل بقوانا.